كانت تجربة زوينة بزاف. عجبتني الفكرة ديال البرنامج، كيفاش كيلاقيو جيلين، انه كيجمعوا جيلين في واحد ستيل يعني تراثي، وفي نفس الوقت تعاود بصيغة جديدة، بتوزيع جديد، بكل شيء جديد، اللي عجبني بزاف. والحمد لله اهم حاجة انه نال اعجاب الجمهور، لانه شاف سلمى رشد بواحد ستيل يمكن ما سبقش لها غناته في يعني الجمهور. الفنان هو اللي كيرتاح في كل شيء، انا كل شيء كيعجبني، كيعجبني اي ستيل غادي ينال اعجاب الجمهور، انا عارفه انه غينال اعجاب الجمهور، لما لا. كيعجبني نجرب كل شيء. حيت انت ديما الاول جميله ميق وي هو وي وي راجلي، و بعد اقناع طويل وي وي حتى عجبتني، ما غاديش نمشي عند شي حد نقول لها فاش، ما غاديش نقدر، ما درتهاش، وما غادي نديرها انا اللي غنسمع لهاد شي راجل من غير الزوج ديالي انه يعنقني او انني فوالا، ما كنعرفش كيفاش غنقول لك، ما نكونش على طبيعتي، ما نكونش مرتاحه وما غنديرهاش. المغربي انت المغربي على عين وعلى جديد ديالي، مجموعه من الاغاني بينهم اغاني مغربيه واغنيتين عراقيه واغاني خليجيه، مي غتنزل حاليا يعني اللي غتنزل قريبا ان شاء الله اغنيه مغربيه مصوره بفيديو كليب، ان شاء الله غتنزل فيديو كليب، فكره جديده كلمات ولحنا وتصويرا وكل شيء، يعني حتى ستيل ديال سلمى رشد غيكون مختلف في الكليب. تحيه كبيره لجمهوري كامل عن طريق مشاهد 24، وان شاء الله تبقوا دائما متابعين اخباري، وتنحمق عليكم.